طبعاً فكرة بلشت معايا من شهرين تقريباً بسبب الركود الاقتصادي اللي صار في البلد. أهم شغلة أنا رسمتها هي كانت البداية إلي، اللي هي صورة الراحل أبو عمار. طبعاً هذه الرسمة رسمتها ولقيت بسببها داعم وتأييد من كل اللي حواليا، إنه شجعوني على الفكرة اللي أنا بشتغل عليها. طبعاً الوقت اللي باخذه في كل رسمة حسب الرسمة اللي بدي أشتغلها، مثلاً في رسمة بتاخد 3 ساعات، في نص يوم، في يوم، في يومين.